بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بيحكيها لي صديق طيار، عامر طيار مصري في مصر للطيران. بيحكي لي قصة رهيبة، بيقول لي أنا دايما بسافر طوكيو، فدايما أنا بطلع خط كايرو طوكيو اليابان. فبيقول لي جات فترة ما بطلعش بقى على الخط دون، قعدت فترة أطلع بلاد تانية فما عدتش بروح طوكيو، وفتح الحكاية دي 6 أشهر. بيقول لي بعد 6 أشهر جالي سفرية تانية لطوكيو، فخدت بعضي ووصلت طوكيو. قاعدين بقى إيه، دايما يا جماعة في الرحلات الطيران الكرو بتاع الطيران بيبقى فيه فندق معين بينزلوا فيه على طول، بيبقى محجوز لهم ان ده، ويبقى دايما طبعا الفندق ده جنب المطار عشان يمشوا على طول. فبيقول لي انا رحت في نفس الفندق اللي كنت بروحه من 6 أشهر، وقاعد بقى كده في الريسبشن مستني لغايه ما اخد اوضتي، وبعدين فجاه بصيت لقيت شاب ياباني بينده من الريسبشن: مستر عامر. فغريبه جدا، يعني انا بقالي 6 أشهر ما جيتش هنا، وبعدين يعرفني منين؟ فقلت له ايوه انا. فقال لي الظرف ده عشانك. فإيه ظرف إيه؟ ففتحت الظرف فلقيت 300 دولار. فقلت له إيه ده؟ قال له الظرف ده أنت كنت نسيته في الأوضة بتاعتك في الأوتيل من 6 أشهر. رجع له ظرف فيه 300 دولار نسيهم من 6 أشهر. قال له طب وأنت عرفت منين إن أنا عامر، وعرفت منين إن أنا جاي هنا؟ قال له لما خدناه من أوضتك لقينا اسمك موجود عندنا، كل ما بتيجي رحلة من مصر للطيران نسأل هو مستر عامر جه معاكم ولا لأ، فبقف أنا كل ما تيجي رحلة من مصر للطيران مستر عامر وما منلاقيكش على الكشف، فعشان كده ما كناش بنديك الفلوس. لغاية ما جيت النهاردة لقيت اسمك ظاهر فناديت عليك، اتفضل الظرف بتاعك اهو. فهو بيقول لي أنا انبهرت من الأمانة، وإن 6 أشهر كل ما تيجي رحلة لمصر للطيران يدوروا على اسمي موجود على 300 دولار، إيه ده؟ فأنا بالطريقة المصري بيقول لي قمت رايح قلت له طب انا هطلب منك طلب، انا عايز يعني، وايه انتوا فاهمين يعني طبعا هيطلع وايه ويديله منهم حاجه. فالولد وشه احمر، قال له مستر عامر انا بعمل شغلي. فهو اتكسف قوي، قال له طب خلاص طيب تقبل ان انا اعزمك على العشاء؟ فقال له الحقيقه المره دي ما اقبلش انك تعزمني على العشاء، لانك لو عزمت على العشاء المره دي هتفهمني غلط ان ده عشان انا اديت لك الفلوس، فانت هتبوظ طريقتي في الشغل بعد كده، ان انا هبقى منتظر كده. لكن لو جيت مره بعد كده وحبيت تعزمني على العشاء انا هكون سعيد انك تعزمني على العشاء. طبعا عامر في الحكايه دي بيقول لي انا مشيت من اليابان وطول ما انا راجع لمصر عمال اقول ايه الاخلاق الحلوه دي، ايه الاخلاق الحلوه دي. والله يا جماعة ما حد بينجح في الدنيا إلا بالأخلاق، والله ما سمعة الناس بتعلى إلا بالأخلاق. اديني أخلاق وشوف ربنا هيعليك قد إيه ويكبرك قد إيه. بسمة أمل النهاردة للأخلاق الحلوة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.